البار، الشهم، الكريم المعطاء، هو ليس بضعة مني، هو كلي وروح الروح. بهذه الكلمات ودع البطل الفلسطيني وائل الدحدوح نجله البكر حمزة، الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين في خان يونس. نشهد يا رب أن ولدي بكري حمزة كان من البارين. نعم. وكان شهما، كان كريما معطاء، وكان حنونا. الله يرحمه. وائل الذي لم تمر بضعة أشهر على فاجعته الأولى بعدما تلقى على الهواء مباشرة خبر استهداف منزله في غزة وانضمام عدد من أفراد عائلته على لائحة الشهداء، وقف بيد مضمضة وذراع مكسورة اخترقها الرصاص، يمسك بيد ابنه الشهيد من جهة، يحتضن ابنته ويتذكر زوجته وأبنائه الشهداء من جهة أخرى. هذا الرجل الجبار الذي اعتاد أن ينقل مآسي شعبه وقف صامداً كجبل أمام الموت، غدا رمز الصبر لشعب دفع عنه بحنجرة صادقة وتقاسم معه قدره من ساحات الحرب، تحول إلى أيقونة تحظى بتعاطف وحب كبيرين عربياً وعالمياً، قبض على قلبه الأبوي، أكد المضي قدماً والبقاء على العهد رغم الحزن والفقد.